بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحيم ايت ودام مدير نادي الاعمال الاجتماعيه الموظفين العاملات في الكناس. حضرنا هذا التكريم ديال المرحوم الاستاذ الوليدي كره القدم اللي شاركوا فيه الفرق المحاماه المغرب الفاسي النادي المكناسي وكذلك الفتيان ديال الاعمال الاجتماعيه الموظفين ديال عاملات مكناس اللي كنتمناو الدوريات التعاود لتكريمان والخدمات اللي خدم هذا الاستاذ الله يرحمه في هذا النهار وشكرا.